أثناء الدوام وكنا عم نداوم نحن الموظفين مثل العادة من السبعة لثلاثة، قامت قوات النظام بإلقاء براميل على الحرم، حرم الفيجة، وعلى الحرم المباشر، مما أدى إلى فشل خزانات الوقود وتهديم الحرم الإطار اللي يعني نحن بنسميه الحرم المباشر، هذا الحرم المقدس اللي فوق المي مباشرة، نزل فيه برميل انفجروا، صفت المي يعني بالعراء، ما عاد في شيء يحميها على الإطلاق، وفجروا نزل البرميل كمان بالمنشآت بمحولات الكهرباء، ونزل الزيت المحروق تبعهم، ونزل المازوت على النفق، ونزل عندنا نحن المشكلة بالموضوع إنه عندنا 10 طن كلور، هدول ال 10 طن كلور ممكن يعملوا كارثة إنسانية من دمشق، كمان نزل برميل بجنبه، نحن ركضنا مشان نقدر يعني نحاول ما نحول إنه ما ينزلوا على النفق ونسكر الأنابيب تبعهم، كمان النظام ما خلانا من كثر القنص وإنه على ظهر الجبل من الدشم اللي موجودة مطلة على نبع الفيجة. وصواريخ الفيل، ونزلوا دواليب متفجرة من الجبل اجت على خط الإضافة اللي نحن بناخذ بنقول عنه مشان مية بردة، نزل عليه وقام فجر البوري. هلا المشكلة مو فجر البوري، المشكلة نحن من شهرين أنا كنا عم نطالب بمضخات مشان نزيد الكمية لحتى نكفي حاجة مدينة دمشق من المي، جابوا لنا هدول المضختين. هلا نزل برميل عليهم كمان روحهم، ونزل براميل على لوحات الكهرباء تبعهم كمان روحها. اذا هلا النبع خارج عن الخدمه كليا، والموظفين اللي ما تصاب منه يعني بالشظايا صاب برصاص وقت الهرب، وفي شابين ثلاثه كانوا واقفين على الباب قدام باب المقسم كمان هدول استشهدوا، ونزل برميل على المحاولة تبع المقسم كمان اللي هي بلزق النبع مباشرة، نزل برميل عليها، قام نزل المازوت تبع المحاولة كلياته، ونزل كمان على النفق لأنه صفى النفق هيك بالعراق، نزلوا بقلب النفق وراحوا على الشام. هلا كمان غير هيك يعني هلا صفت النبع السور المحيط بالنبع كمان وقع، فالحيوانات كلها فايتة، ممكن بأي لحظة يوقع بقلبهم كلب، ممكن بأي لحظة توقع قطة، ممكن توقع يعني أي شيء مارق ممكن ينزل لقلبه، أي والبرميل نزل بقلبه كمان، من بارود ومواد وقصصه كمان عم ينزل بقلب المي، لأنه ما وقفوا يعني. فالمشكلة بهذا الموضوع هو يعني نأمل من الله عز وجل إنه يعني يتلطف بأقل شيء 10 مليون نسمة مدينة دمشق، هلا هن بخطر شديد لأنه نحن بخطر شديد.